파이팅! هلأ خلص المصلين التراويح. عناصر قوات الاحتلال بالعشرات اقتحمت ساحة المصلى القبلي وأطلقت قنابل الصوت. أنا شوفنا بالعمشيخ أتشوف. كمان في داخل المصلى عم يطلقوا قنابل الصوت داخل مصلى القبلة. أمطروا ساحات المسجد الأقصى بالصوت. هجوم من عدة جهات، هناك الآن نية لإخراج كل قوات الاحتلال اقتحمت ساحات المصلى القبلي وطلعت كل الموجودين واطلقت العشرات من قنابل الصوت. هذا الاقتحام بس بساحات مصلى القبلي، لكن هم مقتحمين كل المسجد الاقصى. قنابل وين مكان، بساحات قبة الصخرة، بساحات المصلى القبلي،